النهارده اللي هو البرايمري كارديوميوباثي، وهنتكلم هاو تو دايجنوز نون كومباكشن، هاو تو دايجنوز التاكيتسوبو ماشي، والاريزموجينيك رايت فينتريكولار ايه كارديوميوباثي، والبرايمري طبعا الدايركت كارديوميوباثي اللي هو الايديوباثيك بتاعنا ماشي. طيب المره اللي فاتت خدنا الاتش سي ام، المره الجايه باذن الله هنكمل بالريستريكتيف كارديوميوباثي، وبعد كده هنعمل في الاخر ريستريكتيف، هنعمل ديفرنشال دايجنوز ما بينه وما بين الكونستريكت بريكارديتس، وبعد كده هنبدا اللي هو الحاجات اللي هي الايه السترين والسترين ريت والسبيكل تراكينج بالسوفت وير بتاعه. النهارده بقى الحاجات ديت ان شاء الله المحاضره تبقى بسيطه خالص. البرايمري كارديوميوباثي ماشي، جينيتكس، جينيتكس طبعا زي الاتش سي ام ماشي، الاريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوباثي والليفت فينتريكولار نون كومباكشن، وطبعا الاستورج ديزيز ماشي، منهم الميتوكوندريا مايوباسيز. بس اهم حاجه اللي يعنينا والاكتر في كل ده اللي هم الاتش سي ام ماشي، والاريزموجينيك رايت فينتريكولار ايه ديسبلاسيا، طبعا نون كومباكشن، يعني التلاته دول. فلذلك احنا هنركز هاو تو دايجنوز ايتش وان. يعني الانفلتريتف دي صراحه بتتشخص بالبيوسي اكتر، فاحنا تشخيصنا بالايكو كفيجوال يعني هيبقى في التلات انواع الاولانيين اللي احنا قلناهم. طيب الاكوايرد طبعا مايوكاردايتس ماشي، البريبارتم والتاكتسوبو او الستريس انديوزد او بروكن هارت ماشي، هنقوله برضو النهارده تاكيكارديا انديوزد، زي ما احمد الرساله بتاعت احمد اس كانت على الاسسمنت اوف ال في فانكشن في العيان اللي هم بيجي لهم اكتوبكس كتيره. بعد كده الميكسد بقى، الميكسد دايليت كارديوماسي اللي هو الايديوباثيك او ريستريكتيف نون هايبرتروفايد نون دايليتد كارديوماسي. اوكي رقم واحد اللي هو الدايليت كارديوماسي، ايه الرول اوف ايكو؟ يعني الايكو ده بيوضح لي طبعا رقم واحد استابليش دايجنوس، اتنين بيورينا ايه هو الاتيولوجي بتاعنا، ثلاثة لو في انذر كاردياك انوماليز فالفلر ليجن ولا حاجه ماشي، بيقول لي مين العيانين اللي هم هاي ريسك، مين العيان اللي انا خاف عليه، وبعد كده بيقول لي السيرب ازاي، سواء ان انت هتبدا ايه ماشي، او لما تبدا في تحسن ولا لا. واغلبيه الادويه بتاعت الهارت فيلير الجديده ماشي ماسكه على الحته دي اللي هو الحاجات الانتريستو والسكليتو، طبعا بيتكلموا دلوقتي ان هو بيمبروف، هو بيمبروف فعلا الفيلنج بريشر، بيمبروف الاجكشن فراكشن والمايكاردر كونتراكتيليتي دي اللي فيها ديبيت، كل واحد جايب ابحاث يقول لك ان احنا لا ده احنا بيمبروف الاجكشن فراكشن، لغايه دلوقتي ما فيش حاجه واضحه ان هو بيمبروف الاجكشن فراكشن، وكان بتوع الانتريستو بيقولوا كده. ايا كان الايكو بيجايد السيرابي بتاعنا، سواء ان هو بيقول لي هتحط امتى الحاجات اللي هي الادفانسد ميديكال ثيرابي ماشي، او النيور ايجنت بتاع الهارت فيلير ماشي، حتى دلوقتي في التامين او في نفق الدوله بعد كده بيقول لك ما تبداش او ما بيسمحوش لحد ياخد انتريستو الا لما يكون الاجكشن فراكشن بتاعه اقل من 40، كان من 3 شهور كده اقل من 35، وبعدين علوها فوق شويه بقى اقل من 40. اوكي يبقى الدايجنوزس، الايتيولوجي، الاسسمنت اوف associated abnormalities، بيقول لي مين اللي هم هاي ريسك بيشنت، وبيقول لي السيرب بتاعك يبقى شكله ايه، وهتزود ولا تقلل ولا تعمل ايه بالظبط. طيب ايه الفايندنج بتاع الدايليت كارديوميوباثي؟ كلنا بنشوف عيانين دايليت كارديوميوباثي كتير قوي. طيب امتى اقول ان العيان ده دايليت كارديوميوباثي؟ من واقع شغلنا كده مين يقول لي امتى اقول ان ده دايليت كارديوميوباثي ده ايديوباثيك، ومين يقول لي لا ده لازم اشك في انظر ايتيولوجي؟ ممكن نعملها ديسكشن كده مع بعض. لو في ريجوناليتي فعلا اقول ممكن يكون اسكيميك. دكتور هاله، لو قصاد الانسد يعني مفيش ريسك فاكتور كده، اقول ايه بقى؟ اقول ان هو ايديوباثيك يعني قصدك؟ ايديوباثيك. دكتوره سماح ماشي، لو في كود مثلا في البيري بارتم الكلام ده بالظبط ماشي. قاسم غالبا بتبقى فانكشن
كويس ماشي، بس مع كرونيك يعني، مع كرونيك فالفر او كرونيك كورونري سندروم، ولو مالتي فيسل ممكن يعمل لك كده برضه. طيب حداد ماشي اوكي. دكتوره مي لو دورت يعني وما لقيتش اي سبب تاني، مايوكارديال او فايرال صح قصدك كده يعني؟ اوكي اسلام انتوا كلامكم برضه صح يعني، احنا بنجمع بس معلومات عشان خاطر هنقول ايه، امتى اقول ان ده ايديوباسيك وامتى اقول ان ده فالفلر او لو اتيولوجي تاني يعني. اكتر اكسكلوجن نشوف لو ما فيش رجماتي، ما فيش حاجه فالفلر، ما فيش حاجه روماتيك مثلا فيكشن بالظبط، ما فيش طبعا ما فيش حاجه واضحه يعني. حاجه واضحه اه. دكتوره ماجده هو لو لقيته دايلاتد ولقيت ما فيش برامج تاخد الديزيز في اي بلاد، ماشي كويس ماشي. بالظبط كده. انا لازم اقول ان لازم اكسكلود انذر كوزز وبعد كده ارجع للايديوباسيك. اوعى زي ما احنا بنعمل كلنا كده في الاستقبال وتجيلي واحده صغيره في السن، ده سايكيك، مفيش حاجه اسمها كده خالص. عيان جه بدايليتد كارديوميوباسي، ايجكشن فراكشن بتاعتك قليله، لازم اكسكلود اذر كوزز خالص ماشي، وبعد كده اقول انا هعمل كذا. حتى وانت لما بتكتب في الريبورت بتاعك ما تكتبش ان هو ايديوباسيك كارديوميوباسي الا اما تكون معاك دوكيومنتيشن ان انت عملت اكسكلوجن للفالفلر للاسكيميك للمايوكارديال ماشي، وبعد كده تقول ان هو ايديوباسيك. انما هتقعد تيجي عيان ده مايوباسي، لا ده خلاص مش عارف ايه. طيب ايه الحاجات ويز وايه الاجينست؟ جلوبال هايبوكاينيزيا ويز ان هو ايديوباسيك. ايه تاني؟ الفانكشن او الدايمنشن بتاعتك عدت الثمانيه بتاعت ال ال في دايمنشن، لا ده انا مع اكتر ماشي. لو الفوليوم بتاعك عدى ال 120 مللي، لا ده انا مع ان هو ايديوباسيك، لان الحاجات دي ما بتحصلش في الاسكيميك. الاسكيميك كارديوميوباسي ايفن ان هو مالتي فيسل ديزيز هيبقى فيه سيجمنتال والموشن ماشي، حتى لو هو جلوبال افكشن بس فيه سيجمنت اكتر من سيجمنت، في واحد جاله كذا مره انفاركشن سواء نون ستيمي او ستيمي، هتلاقي فيه وول اكاينيتك والتاني ماشي هايبوكاينيتك والتاني ديسكاينيتك، هتلاقي فيه اختلاف في الريجوناليتي بتاعتي ماشي. لو لقيت ديسكاينيتك اوعى تقول ان هو ديوباسيك. لو لقيت فالفولار ديزيز اي برايمري افكشن في اي فالف، اوعى تقول ان هو ايديوباسيك ماشي. ليه بقى؟ لان الايديوباسيك هيعمل لي فانكشنال ميتال ريجيرج. ايه خصائص الفانكشنال ميتال ريجيرج؟ حصل ازاي؟ حصل دايلاتيشن للانيولوس، السادل شيب بتاع الميترال انيولوس ده خلاص بقى بلانر مش نون بلانر، اتفرد ماشي، اتفرد، فبعد كده هيبعد لي الكوابتيشن، هيخلي الكوابتيشن بتاعتي بدات ان هو السادل شيب ما بقاش فيه كوابتيشن كويس، فيعمل لي اول حاجه سنترال ميتال ريجرجيتيشن. سنترال ميتال ريجرجيتيشن مع ان هو يكون ايديوباسيك، يبقى ما بقولش ان هو ايديوباسيك الا اما اعمل اكسكلوجن لكل الحاجات اللي احنا قلناها. وغير كده كمان لازم يكون معاك دوكيومنتيشن، اوعى تقول ان هو مثلا ايديوباسيك جاست ان انت الفيرست تايم وايديوباسيك، ايفن ان انت معاك كل الادله، ايفن ان انت مثلا واخد هيستوري، لا لو حتى ايديوباسيك هتعمل له مالتي سايت سي تي، هتعمل له كرانجو عشان تستبعد ان هو اسكيميك ماشي. لو الفالفلر افكشن قدامك كويسه او الفالف كويسه ومفيش برايمري فالفلر. طيب يبقى انا عندي هنا ال في دايلاتيشن
سواء بال2 دي او ام مود او ال3 دي ده بيبقى فيه في الدايريت كارديوميوبس. الاند دايستوليك فوليوم اكتر من 112 برضو نفس القصه. ايجكشن فراكشن اقل من 45 او اقل من فراكشن شورتنج اقل من 25 مع الدايليت كارديوميوبس. الدايليت كارديوميوبس او الايديوباسيك كارديوميوباسي ساعات بيبقى فيه سيلينج اوت في البول، بس سيلينج اوت بيبقى اكتر في العيانين اللي هم الاسكيميك معاهم بريفيوس مايكارد انفاركشن قبل كده. ماشي. الوول بتاع الدايليت كارديوميوباسي هو بيبقى سن بس يعني تحس ان لسه في مايوكارديوم، انما بتاع الاسكيميا بيبقى سكار فعلا، انت بتشوف اكن شفت البريكارديوم نفس القصه، بيبقى سيننج اوت واكنه فعلا سكار قدامك، يعني اكن ما ده مش وول، ده مش دي مش مصل، ده شيت. اللي شاف قبل كده عيانين النهارده كان في عيان بتاع ده اسكيميك غير كارديوموس، شفتوا السيبتوم كان شكلها ايه؟ سيننج اوت، والسيبتوم لما نقيس السيكنس بتاعتها بتبقى اقل من 6 مللي. ماشي. اوكي. طيب ادي عيان اهوت. غير كده بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، المقاس ده اسمه اللينس. ماشي. بنرمز له بالال. ماشي. السفيريكال دايمتر ده بنرمز له بالاي. ماشي. في كل العيانين الايديوباسيك كارديوميوباسي ال بيبقى لسه يعني الطول بتاعه انا بريزيرفت، انما اللي بيكبر اكتر واكتر السفيريكال كأنه فعلا بالونه، غير اللي احنا هنقول غير التاكتسوب اللي احنا هنقول دلوقتي. ماشي. فعلا الريمودلنج بيحصل في الايديوباسيك على مستوى السفيريكال اكتر من الايه، اكتر من اللينس. فالعيان لما هتلاقي ال في بتاعه عامل زي كأنه كده مثلا ايه، شوف السنتر الاوبيستي بتاع البيشنت نفس القصه بالظبط، تلاقي من نص كده فيه سفيريكال او فيه دايليتيشن فيه، فده هتقول ان ده فعلا معانا ان ده دايليت كارديوميوسي او ايديوباسيك كارديوميوسي. طيب هنيجي نشوفه برده دلوقتي شيت فايندنج. طبعا اول حاجه ال في سفيريكال ريمودلنج، شوف بقى احنا بنقول ايه تيبيكال فور ايه دايليت كارديوميوسي، اللونج اكسس او ال دايامتر بريزيرفد، انما الترانسفيرس دايامتر اللي بنرمزها بالاي بتبقى انكريزد، بس هي اللي بيحصل فيها الايه الزياده بتاع الايه او اللي يحصل فيها الريمودلنج يعني. طيب طبعا في ديسينكورني، ممكن يكون في ثرومبس، ممكن دايليت بوس اتريوم. ماشي. دايليت رايت سايد، وبيحصل مايتر ريجرجيتيشن. المايتر ريجرجيتيشن نتيجه لايه؟ دايليتد مايترال انيموس. في برايمري بالمونري هايبرتنشن. اتفضل. طبعا بالظبط بالظبط، انت بتشوف بالظبط. واكتر حاجه كمان هتلاقيها بريزيرفت كمان البيزل بوستيرو، البيزل بوستيرو والبيزل انتروسيبتال، ودايما انا بقول دول الساين اوف لايف. فعلا البيزل بوستيرو اكسكيرشن والبيزل انتروسيبتال اكسكيرشن دول ساين اوف لايف، تحس ان هما بيتنيهم ربنا محافظ لنا عليهم يعني في كل عين، انما اللي تلاقيه خلاص بقى بيندنج ديس، دول الاثنين دول بيبقوا ضايعين خالص. طيب زي ما حضرتك بتقول كده في العينين اللي هما ضايعين مايوباسي، ماشي، بيبقى فيه في البوستير وول البريزيرفد بيزل، وساعات بقى يجي الميد نفسه بتلاقيه نفس القصه مره واحده قام ايه اكنه اكاينيتيك. وده انا عندي عيان بس فاميليال دايليت كارديوميوباسي. طبعا احنا ما عندناش للاسف اي بايوبسي او سكريننج ان احنا نعمل ندور على البيشنت. منهم اتنين والله، يعني هما تلات اخوات منهم اتنين ضايع، فاضل معايا واحد بس، وديناه وحده الدكتور مجدي يعقوب اللي في المنوفيه. طلبنا كذا تيست كده بس ما طلعش فيه حاجه في الاخر يعني برضه، بس هم شخصوهم ان هم فاميليا كارديوميوباسي بس عايزين بايوبسي، بس ده ما يتعملش للاسف في مصر يعني. فاميليا اكيد في جين هو اللي مشترك ما بينهم يعني، والمفروض تاخد مايوبسي عشان تعرف ايه هو الجين ده اصلا يعني.
فعلا زي ما حضرتك بتقولي بيبقى فيه ساعات في الدايركت كارد ميو، بس فيه سيجمنتال والموشن برضو ماشي. ولذلك احنا ما بنقولش لازم تكسكلود الاسكيميا وتكسكلود اي حاجه لغايه عشان توصل لكلمه ايديوباسيك او توصل للبرايمري دايركت كارد ميو بس. اوكي دي الاسوشيت فايندنج اللي احنا ممكن نلاقيها مع البرايمري او الدايركت كارد ميو بس. طبعا ده السوكس فانكشن ديت مهمه جدا. شايفين بقى الصوره دي؟ ده اللي احنا بنقول عليه. شايف السفيريكال ريمودلنج بتاعنا الاي ديت هي اللي بتزيد، شايفينها ولا لا؟ لا مش شايفين نزل البتاع ده من كده. نزله خالص. شايف ده هو اللي بيحصل فيه الريمودلنج. تحس ان الايه ده كان بيشنت معاه موربيد سنتر لوبيستي ماشي ادي اهو، انما الليلز ده الجيل ده ثابت، انما الاي ده اللي هو السفير بيحصل سفيريكال ريمودلنج هو ده اللي بيزيد، وده احد خصائص او السبيسيفيك للدايليت كارد بس. اوكي طيب طبعا الميتر ريجريتيشن بتاع المايوباسي بيبقى سنترال زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى عشان خاطر ايه دايليت انيلوس مش عشان خاطر اي حاجه تانية في الميترال فالف. الميترال فالف كويس بس هو تلاقي ليميت اكسكيرشن اصلا عشان لو كاردياك اوت بوت. اوكي طيب نشوف اللي بعدها كده. ده 3 دي ترانس راسك عادي خالص، بس انا باصص من ال في نفسه بشوف المايترال. شايف المايترال فالف بيفتح ليميت اكسكيرشن حاجه يعني بسيطه خالص ماشي. الاكسكيرشن بتاع المايترال المفروض ان هو يتنيه فاتح يفتح يغطي لي ال في اوت فلو تراك. ده لا ده ما بيوصلش اصلا، يا دوبك الاوبننج انجل بتاعته ما توصلليش بتاع ده 30 40% يعني. ده عشان خاطر اللو اجكشن فراكشن بتاعه. هنا لو بصيت على الصوره الثانيه ديت ده حاجه اسمها المالتي سلايس. المالتي سلايس ديت معاها كلها جلوبال هايبوكينيزيا، كل السيجمنتس بتاعتي انا بقطع هنا الليفت فينتريكل 9 سيجمنت، التسعه او 12 سيجمنت، ال 12 سيجمنت كلهم بيورونا ان في جلوبال هايبوكينيزيا، وده برضو احد خصائص الدايليتد كارديوميوباسي بتاعنا. هنا لو رحت للادفانسد ايكو وشفت الاريا ستريم بتاعتي ممكن توصل ليه 2، وده عدد قليل جدا. النورمال بتاعي 30، ان هي توصل 2 ده يعني معنى كده ان كل المايوكارديال افكتد يعني. ده كان نفس البيشنت، البيشنت ده هو بيشنت واحد كل الصور اللي احنا شفناها ده. اوكي ايه بقى البروجنوستيك رول؟ امتى اقول بالايكو ان العيان ده خلاص خلي بالك منه ده هاي ريسك، ده الموربيديتي والمورتاليتي بتاعته هتبقى عاليه جدا، ده العيان ده انا خاف منه لانه ده هيدخل في فريكوانت بالمونري ديما وفريكوانت هوسبيتاليزيشن ولازم اشوف ادفانسد هارت فيلير ثيرابي ماشي بالحاجات اللي احنا نقولها دي. رقم واحد سيفيريتي اوف دايستوليك اوف سيستوليك ديسفانكشن، كل ما الاجكشن فراكشن بتاعي اقل كل ما البروجنوزس بتاعتي والمورتاليتي بتاعتي هتزيد ماشي. رقم اتنين وطبعا على حسب ده السيستوليك فانكشن احنا بنكتب في الايه او بيتوافق له كانشورنس يعني ان هو ندخل له الادفانسد ميديكال ثيرابي. ال ال في فيلنج باترن بتاعه، ال ال في فيلنج باترن اللي هو الجريد بتاع الدايستوليك فانكشن بتاعتي، لو كان امبيرد ريلاكسيشن باترن ده البروجنوزس بتاعه احسن من السودو نورمال، والسودو نورمال احسن من الريستريكتيف، والريستريكتيف ريفرسال ريستريكتيف احسن واحسن من الريفرسال ريستريكتيف. الريفرسال ريستريكتيف ده البروجنوزس بتاعه فيري باد، وشوفوا العيانين بتوعكم كده واعملهم فولو اب في خلال السنتين هتلاقي ان المورتاليتي عاليه جدا في العيانين اللي هم ريستريكتيف باترن دايستوليك فانكشن الريفرسال. شوف اي عيان عندك كده ما كانش يعني مش هقول لك ما كانش في خلال شهور مش سنتين يعني، وتابعوا معاك. شوف العيان مثلا حد متابع معاك في العياده او حد متابع معاك في اي مكان هتشوف الايه الباترن بتاع الدايستوليك فانكشن بتاعك. لو كان الريفرسبل ريستريكتيف باترن اعرف ان البيشنت ده البروجنوزس بتاعه والمورتاليتي ريت عاليه جدا. اوكي
يبقى اول حاجه في البروجنوزس هيستوريك فانكشن. رقم 2 مهم جدا جدا وما كانتش انها محطوطه في الجايد لاينز سوبيرو عن الهيستوريك فانكشن اللي هو الدايستوريك فانكشن. ماشي. طيب رقم 3 لو فيه معايا ار في، لو باي فنتريكولار فيلير اعرف ان السيفيريتي او البروجنوز بتاعك فيري باد. ماشي. في عيانين بيجيلك بيجيلك مش ال في ال في فيلير بس او ليفت فنتريكولار او ليفت سايد هارت فيلير، لا ده بيجي ليفت ورايت. وانس ان الاثنين دول جم مع بعض يعرف برضو ان البروجنوز بتاعك فيري باد. سيفيريتي اوف ال في دايليتيشن، كل ما ال في هيكبر كل ما البروجنوز بتاعك بيبقى اوحش واوحش. ماشي. ده السينكرني، واحنا عرفنا هاو تو اسس السينكرونايزيشن بتاعنا سواء اتريو فينتريكولار او انترا فينتريكولار او انتر فينتريكولار. اوكي. وكل ما بيبقى فيه ده السينكرني كل ما البروجنوز بتاعي بيبقى وحش جدا. بقى الخمس حاجات دول هتحفظهم صم اللي في فانكشن سيستوليك ودايستوليك. ماشي. معايا ار في ولا لا؟ معايا الدايليتيشن بتاعتي كبيره كبيره، بمعنى انا ما شفتش عيان اسكيميك الصراحه عدى 6.5 7 بكتير قوي، انما العيانين الاكتر من 7 بالام مود الليفت فينتريكولار اندايستوليك دايمنشن بتاعي لو اكتر من 7 اعرف ان ده مايوباسي. وكل بقى ما السبعه دي تكبر اعرف ان البروجنوز بتاعك بقى وحش. ماشي. العيان بيجي اللي هو بيجي 8 وساعات انا شفت واحد اخر مره 9 الصراحه. ماشي. كان الصراحه والراجل ضايق بعدها بشهر. لو في ار في ديسفانكشن نفس القصه البروجنوز بتاعك اوحش، لو في ديسينكوري البروجنوز بتاعي اوحش واوحش. ماشي. الخمس حاجات دول احفظهم صم علشان خاطر لما تيجي تكتب الريبورت بتاعك ماشي تبقى انت فاهم العيان بتاعك، او تشوف ريبورت من اي ايكو تاني دايمنشن بتاعتي كبيره، السيرك فانكشن بتاعي وحش، الباترن بتاع الدايستوريك ديسفانكشن اللي عندي متقدم ادفانسد. ماشي. ما في لو في في سينكرونايزيشن ولا ما فيش، كل الحاجات ديت بتبقى انديكيت للباد بروجنوزس للبيشنت ده. ماشي. اللي فات ده البرايمري او الدايليت كارنيوس. اتفضل يا دكتور احمد. معاهم برضو، بس هي القصه كلها ان مين الايه الاسوء اللي بيجيب الليفت اتريال بريشر بيعليه اللي هو الدايستوريك فانكشن، واللي بيحصل بعد كده رايت سايد او بالمونه هايبرتنشن بتحصل ريليتد للليفت سايد. انت بتبدا اول حاجه في الفيلنج بريشر، فيلنج بريشر بتاعك وحش هيعمل لك الليفت اتريال بريشر، هيعمل لك بعد كده البالمونه هايبرتنشن. اوكي. ودي احد الحاجات برضو اللي ممكن تقول لك ان في البروجنوز بتاعك وحش. اتفضل. لا هو ده مش هو بيبقى فعلا مايل او مايل تو مودريت، بس هي القصه كلها ليه ما بيعلاش؟ هتلاقي الانجكشن فراكشن بتاعك اصلا قليل قوي. العيان ده لو خليت المايوكارديم وشفت المايوكارديم ريزيرف بتاعك وعملت له فيتامين كونتراكتيف بتاعتك لما تعيد وانس ان الكونتراكتيف بتاعتك دي هيزيد الريجرج بتاعك. ودي احد البارامترز اللي ممكن اقول للعيان يعمل روح يعمل ريبير، احد الانديكيشن ان انت تعمل ريبير في فانكشن مايتر ريجرج لو لسه في ريزيرف والمايتر ريجرج نفسه زاد مع الايه مع زياده الكونتراكتيفيتي يعني. اوكي. افرق ازاي واحد وثلاثة دي في الحالات دي؟ سؤال مهم جدا 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 جدا. واحد وثلاثة، انت الكربنتير اصلا احنا بنتكلم على الاكسكيرشن بتاعة المايترال فالف صح؟ كربنتير واحد نورمال ماشي، انما كربنتير ثلاثة ليميتد اكسكيرشن. كربنتير ثلاثة ايه كان سيستوليك ودايستوليك ماشي، الثاني كان ايه؟ كان في السيستول بس صح؟ بالظبط. انت وانس ان انت شفت الايه ايه النورمال موشن بتاعت المايترال فالف. طب انا هعرف ازاي ثواني بس انا حلو قوي، ما السؤال جاي اهو، ايه النورمال موشن بتاع المايترال فالف؟ حد يقول لي كده عشان ياخد 10 جنيه. يعني ايه النورمال موشن؟ ده مصطلح ايه يعني؟ النورمال موشن، النورمال موشن بتاع المايترال، النورمال بتاع المايترال فالف، النورمال اكسكيرشن قصدي معلش، نورمال اكسكيرشن بتاع المايترال فالف. بالظبط. برافو. اي سيركونسيبريشن. طب الاي سيركونسيبريشن ده
لو ليميتيشن صح؟ ايه بقى امتى تكون الايسر كونسيدريشن كبيره واقول ان ده في اكسكيرشن؟ اكتر من 6 يبقى ايه؟ ابنورمال. ابنورمال ولا نورمال؟ لا نورمال. الابنورمال اللي هو الابنورمال، لا الابنورمال اللي بقى اكبر، النورمال يبقى قليل. عشان يبقى طيب خلينا عشان خاطر ما اديكوش 10 جنيه واقعد اتحسر عليها طول الليل. هنقول الاكسكيرشن بتاعك وايه الابنورمال موشن. ماشي، الابنورمال موشن بتاعتي او الاكسجريتد موشن. ماشي، امتى اقول ليميت الاكسكيرشن وامتى اقول اكسجريتد موشن؟ اكسجريتد موشن لو عدى حدوده، بمعنى ايه الحدود بتاعه اللي احنا قلناها في انيرال لاين. ماشي، عدى حدوده المايترال فالف، عدى انيرال لاين، يبقى ده ايه؟ اكسجريتد موشن. طب النورمال موشن؟ النورمال موشن ان انت الاي سيبتال سيبريشن بتاعتك ما تكونش اكتر من 8 مللي. ماشي، اكتر من 8 مللي يبقى انت عندك في ليميت اكسكيرشن للانتيريور ليفت. اوكي معايا ولا لا؟ ماشي، يبقى في اكسجريت موشن. اكسجريت موشن لو عدى الحدود بتاعته، الحدود بتاعته اللي هو الانيرال لاين، عداها باي بقى ايه؟ باي جزء منه، عداها بالبودي، عداها بالتيب بتاعته، اي حاجه فيه، بيبقى ده اكسجريت موشن. ماشي، لو وصل اللي هو جاي يفتح بقى الفتحه بتاعته، لو هو فتح ولسه ما وصلش ما بينه وما بين السبطه 1 سنتي او 8 مللي فما فوق، اعرف ان ده ليميت اكسكيرشن. اوكي اوكي ماشي، ننتقل على التاني. طيب الاريزموجينيك رايت فينتريكولار ديسبليزيا او الاريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوباثي، ده اسمه ايه؟ فاتي او فايبروفاتي انفلتريشن للأرضي. ماشي، طيب ده بيبقى معاه ار في سيستوليك ديسفانكشن جلوبال وريجنال. ازاي بقى حددها بقى؟ احنا خدنا الار في طبعا، قعدنا 3 محاضرات في الار في. يلا جلوبال وريجنال ازاي حددها؟ يلا على ما اخد نفس. نعم، تابسي وتاني بالظبط الاس ويف. اوكي طيب، احنا قلنا 3 حاجات اهو، كل واحده بتحدد حاجه. التابسي بتحدد مين؟ اللونجيتيودنال. طيب والاس ويف بتحدد ما اي طيب من السيستوليك فانكشن؟ اللونجيتيودنال برضه. ماشي، طيب والفاك اللي هي الفانكشن فراكشن اريا تشينج دي بتحدد ايه؟ بتحدد لونجيتيودنال وسيركمبرنشال وريديال زي ما قلنا. ماشي بالظبط كده. طيب كل ده انتوا بتتكلموا في عيان في او في الجلوبال فانكشن بتاعت الار في. الريجنال بقى ازاي؟ لا، ما كل واحده بتحدد الجلوبال. الريجنال اعرفها ازاي؟ سبيكل بالظبط كده. خلي بالك على طول، اي لما اقول لك جلوبال يبقى الحاجات اللي هي العموميه، الحاجات العموميه اللي هي اللونجيتيودنال فانكشن والريديال والحاجات دي كل حاجه. ماشي، انما قلت لك ريجنال يبقى انا عايز اعرف كل سيجمنت شكلها ايه. ماشي، كل سيجمنت شكلها ايه اللي هي اكتر موداليتي لغايه دلوقتي بيديتكت السيجمنت الموشن اللي هو السبيكل تراكينج. ماشي، يبقى انا عندي ار في سيستوليك ديسفانكشن سواء جلوبال او ريجنال. ماشي، ومعهوش ال في سيستوليك ديسفانكشن، يعني معنى كده ان ده حاجه سبيسيفيك للار في، ملوش دعوه بالايه؟ بالال في. طيب الايرلي تشينجز او الايرلي ستيج بتاعت الار في بتبقى واخده ايه؟ يعني تعتبر اكنه نورمال، يدوك بس شويه دايلاتيشن للايه؟ دايلاتيشن للار في نفسه. وبعد كده تلاقي بقى حاجه اسمها تريانجولر اوف او صلى الله عليه، تريانجولر اوف ديسبليزيا بتاعك بيظهر. ايه تريانجولر اوف ديسبليزيا بتاعي؟ الايبكس والبيز. ماشي، ومين تاني؟ او الاوت فلو والان فلو والايبكس. ماشي، ده اسمه تريانجولر اوف ديسبليزيا. بمعنى
ان انا لما هاجي اشوف الاريزنوجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي هبص على الحاجات الثلاثه دول، هبص على الايبكس فيها اكاينيزيا او انيوريزما دايليتيشن، فيه في البيز ولا لا، وفيه في الار في اوت فلو تراكت ولا لا. ماشي. تاني الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي بيبقى واخد الثلاث اجزاء دول. ايه الثلاث اجزاء دول؟ الاوت فلو والان فلو والايبكس. بمعنى ان الميد سيجمنت بتاع الار في نفسه بتاع الار في فري وول بتامن لي ان هي فري. فانا هشوف البيس ماشي والايبكس والار في اوت فلو تراكت. اشوفهم ازاي؟ هشوفه بعناية كده. في انيوريزم دايليتيشن، في انيوريزم، يبقى انت هتقول 100% لا ده انا بدايه ده خلاص ده ار في اريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي، ده خلاص ده ان شاء ده الدايجنوز بتاعي هيبقى كذا. ماشي. طيب ما فيهاش الحاجات ديت، ابدا بقى شوف انظر ايه كوزز اوف دايليت رايت سايت. ماشي. يبقى انت في الار في او في الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي ركز على الثلاث اجزاء دول، ولذلك احنا بنسميهم تريانجولار اوف ديسبليزيا. ماشي. اوكي. ريجوناليتي في كاينيزيا او انيوريزما دايليتيشن ليهم ولا لا. طيب بعد كده بقى لما الديزيز بيبروجريس تبدا بقى كل واخد كل الار في. اوكي. في كرايتيريا طبعا مهمه جدا جدا، ميجر وماينور كرايتيريا بتاعتي. ماشي. دي الميجر والماينور كرايتيريا طبعا في الايكو وفي تيشو كاركترايزيشن في الام ار اي. في التيشو كاركترايزيشن بتاعت الام ار اي هشوف ان هو فيه فايبروفاتي ديسبليزيا او ريبليسمنت للار في ولا لا، خلاص ده انا دايجنوزد كده ان الاريزموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا. طيب في الايكو بقى سيفير دايليتيشن اوف ار في اند ريدوسد ايجكشن فراكشن. طبعا ايه سيجمنتال دايليتيشن ده بروجنوستيك، بمعنى ان اشوف باوتش كده في الابيكس او في البيز او عند الار في اوت فلو تراكت، خلاص يبقى انا دايجنوز ان ده من ميجر كرايتيريا بتاعت مين؟ بتاعت الاريزموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا. اي حاجه بعد كده بقى دايليت رايت سايد وريديوس ايجكشن فراكشن ده ماينور كرايتيريا. ماشي. اوكي. ده اللي احنا قلناه لو في ار في اكاينيزيا او ديسكاينيزيا او انيوريزم. ماشي. طبعا الانيوريزم الحاجات ديت بتوضح فين؟ الانيوريزم الصحيح بتشوفوه ازاي؟ ازاي؟ ثواني بقى مالي في بتاع ده عشان خاطر ايه. طيب نرجع للار في او الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي. لا شغال. طبعا احنا هنعرف دايليتيشن منين؟ في حاجه اسمها بروكسيمال. مين يفتكر الام مود بتاعنا محاضره الام مود؟ كان في حاجه اسمها بروكسيمال ار في اوت فلو تراكت، في حاجه اسمها ديستال ار في اوت فلو تراكت، صح؟ طيب اجيب ازاي البروكسيمال واجيب ازاي الديستال؟ في البارسترنال لونج اكسس ده البروكسيمال ار في اوت فلو تراكت، في الشورت اكسس على الجريد فيسلز قبل البلمونري فالف. ماشي. من نص الواحد سنتي ده اللي هو الديستال ار في اوت فلو تراكت. اوكي. لو البروكسيمال بتاعي اكتر من 32 مللي او الديستال اكتر من 36 مللي، شوف بقى احنا قلنا هنا ايه؟ هنا 32 مللي وهنا 36 مللي. انت عارف النورمال اصلا ان الديستال بيكون اقل من الايه؟ من البروكسيمال. ان البروكسيمال اصلا ده انت بتقيس من الفري وول لغايه التقاء السبتم مع الايه؟ مع الاورطة. ماشي. ده البروكسيمال ار في اوت فلو تراك، انت بتقيس في الكافيتي بتاع الرايت فنتريكل في الحته دي من الفري وول. ماشي. اللي هو البلاك وايت سيرفيس لغايه الايه؟ لغايه التقاء السبتم مع الاورطة نفسه. ماشي. ده اسمه البروكسيمال ار في اوت فلو تراك، والنورمال بتاعه ان هو بيكون اكبر من الديستال. انما هنا انا قلت العكس، قلت لو انا عندي الديستال بتاعي اكتر من 36
والتاني البروكسيمال اكتر من 32. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان الار في او الاريزموجينيك رايت فينتريكل كارديوماسي بيبدا مع الترينجولار اوف ديسبليزيا، منهم الترينجولار اوف ديسبليزيا اللي هو الايه الاوت فلو. ماشي اوكي، الاوت فلو اللي هو اكتر في الايه في الديستر اكتر من البروكسيم. دايليت دايليت ار في الانيوريزم طبعا اوت باوتشنج بتاعنا، والفوكال ار في وول سيننج اللي هو الاكاينيزيا، وجلوبال اوريجينال طبعا بوتنشال ال في انفولفمنت، وساعات الصراحه ما بيكونش موجود ده. ايه الويبز بقى دي؟ ما تزعلوش لو ما قلتوهاش. الاي سي جي ابسلون ويب برام بالظبط كده، ده ممكن يجي لك ده تريس على طول، بتيجي في الايه بتيجي في الاي سي جي. وبيبقى معايا ايه تاني في الاي سي جي؟ يلا يا ريس اللي داخل الماجستير ايه؟ ممكن ماشي، بس اهم حاجه الايه لبس دي عباره عن ايه؟ طيب احنا مش عايزين نحفظه كده، عباره عن ايه وايه اللي عاملها وايه السبب فيها خلاها في الاي سي جي دي. طيب بعد كده ادي البروكسيمال، بحسب ازاي البروكسيمال ار في اوت فلو تراكت من الفري وول بتاعي لغايه التقاء السبتم مع مين؟ مع الاورطه. ده اسمه البروكسيمال ار في اوت فلو تراكت دايمنشن. طيب نشوف الديستال، ادي الديستال اهو قبل البالمونري فين من نص الواحد، وبشوف الايه الدايمنشن بتاعتي، باخد الدايمنشن بتاعتي سايد تو سايد. اوكي طيب تعال نشوف بقى عيان كده كان ار في ديسبليزيا، ده عيان كان الصراحه ملوش اي يعني ملوش اي سبب للدايليتيشن في الار في، وهنشوف الدنيا اخبارها كده. ده الصراحه بعتناه، كان عندنا مع الدكتور سامح وبعتناه عمل MRI ناشي، واسمها رانيا محرم قالت لنا ده في فات انفلتريشن للار في، وطلع فعلا وطلع فعلا اريزموجينيك رايت فينتريكل كارديوماسي. اللي خلانا نبعت العيان ده يعمل MRI الابسلون ويف الاي سي جي فايندنج بتاعته. ماشي اوكي، ده الصورة دي ايه اخبارها معاكم؟ الفيو ده اسمه ايه؟ موديفايد بالظبط كده. ماشي لازم نغير، لازم نغير اللابتوب ده. ايه؟ والله الويندوز ممكن يعمله؟ والله بجد؟ ولا الوورد نفسه؟ لا لا الويندوز كبر شويه. ده موديفايد ار في ماشي بتاع نفس العيان برضو. ثواني كده نشوفه. طيب ده عشان المقاسات برضو بتاعت المقاسات بتاعت الار في اوت فلو تراكت احنا شفناها في الصور اللي احنا شفناها ديت. هنشوف بقى الانوريزما دايليتيشن بتاعت الايبكس في الفيو اللي جاي ده. اهو شايف الايبكس هنا، عمر الايبكس بتاعت الار في بتبقى كده خالص. الصوره دي لو جات لك على طول لازم تقول ان ده اريزموجينيك رايت فينتريكل كارديوماسي. لو لقيت ان الايبكس بتاعت الار في المفروض ان اصلا ده كل اصلا الار في نفسه بيبقى تراينجل، وانس ان انت لقيت في باوتش كده واضح قدامك كده والايبكس بتاعتك مش تراينجل ولا حاجه، لا ده خلاص ده انا بتكلم في ار في اللي هو اريزموجينيك رايت فينتريكل كارديوماسي. ماشي خلي بالك من الصوره ديت
مهم جدا جدا. اوكي بقى احنا خدنا الاريزموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوباثي ازاي بنشخصه وايه الحاجات اللي اهم حاجه الترينجولار اكسبليزيا ماشي، اهم حاجه ان بيكون فيه ريجونال وول موشن او ريجونال ديسفانكشن ماشي في الرايت فينتريكل، وبيكون على مستوى ايه؟ على مستوى الانفلو والاوت فلو والابيكس ماشي. وانس ان انا لقيت اي جزء من الحاجات دي انوريزما دايليتيشن او سيننج اوت في الوول بتاعها، يبقى انا بتكلم على الريزموجينيت رايت فينتريكل كارديوميوباثي. اوكي طيب والله بص، انت لو لقيت الانوريزم واضح قدامك كده يبقى انت خلاص ده انت بتتكلم في الانوريزمينيك ده واضح يعني. اه بالظبط، انما لو كده هات صوره كويسه وخد سبيكر ماشي. طيب هنتكلم بقى على السبونج هارت سندروم او الليفت فينتريكولار نان كومباكشن ماشي. الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعه ده عباره عن سبونجي يعني من الاسم بتاعه ترابيكيوليشن مليان ال في، هو اصلا النوربال اصلا اللي بيكون فيه في ال في ترابيكيوليشن بيبقى في الار في اكتر، بس يعني مسموح لل في ان يكون فيه واحده او اتنين بالكتير قوي ماشي، انما ما بيكونش في ما بيكونش الار في بيبقى فعلا مليان ترابيكيوليشن، انما ال في لا واحده او اتنين بس. وكل ما الاجكشن فراكشن بتاعك بيقل ماشي، كل ما الترابيكيوليشن ممكن تزيد، ويبقى ده نان ايه نان كومباكشن، يبقى ده مش نان كومباكشن. يعني ال في سيستوليك ديسفانكشن ممكن يوضح لك كده ان في ترابيكيوليشن، بس الترابيكيوليشن بتاعه السبوتج هارت سندروم ده غير الترابيكيوليشن بتاعه الدايليت كارديوميوباثي اللي ممكن تشوفه. ليها ايه؟ ليها مميزات. ايه المميزات بتاعتنا بقى؟ تو لاير اوف مايوكارديال ستراكشر، في كومباكتد لاير وفي نون كومباكتد لاير. بمعنى يعني ايه كومباكتد؟ يعني وول يعني حته فير ماشي. نون كومباكتد ده متخل حاجه متخللاها يعني. ترابيكيوليشن ديت اكن بالظبط شفت اللي الزرع كده بيبقى فوق الارض، نفس القصه بالظبط ماشي. انت في حاجه متخلله بخليها الميوكارديوم بتاعك ما هوش صامد، لا ده في فراغات. طيب ايه امتى اعرف ان ده ده لا ده حاجه باثولوجي، ده لا ده هو ده النون كومباكشن بقى بتاعي؟ هقيس المسافه بتاعت او الاريا بتاعت الكومباكشن والاريا بتاع النون كومباكشن. لازم النون كومباكشن لينس بتاعي يكون اكتر من 2 من الكومباكتد لير ماشي، او الاريا او اللينس من البريكارديوم لغايه نهايه الكومباكتد لير واقسمه على اللينس من البريكارديوم لغايه نهايه الترابيكيوليشن تكون النسبه بتاعتهم اقل من نص ماشي. الاسهل ان الكومباكتد لينس نون كومباكتد لينس ماشي اكتر من 2 من الكومباكتد ايه لينس. اوكي ولازم الكالر دوبلر بتاعي الكالر متخلل جوه الايه داخل جوه الترابيكيوليشن ماشي، علشان خاطر اقول ان ده فعلا ايفيدنس اوف ايه ايفيدنس اوف نون كومباكشن. اهو سيستوليك نون كومباكشن للكومباكشن ريشيو اكتر من 2 ونو اسوشييتد هارت ديزيز، مفيش اي مشاكل خالص في لافالفلر ولا اسكيميك ولا اي حاجه، عشان اقول ان ده الكونجينيتال نون كومباكشن هارت فيلير ماشي. اوكي طبعا النون كومباكشن ده ال ال في فانكشن بتاعته ما انا لسه هقول لك ال في فانكشن بتاعنا ممكن يكون نورمال ماشي، ممكن يكون مايلدلي امبيرد وممكن يكون ايه سيفيرلي امبيرد. الصراحه يعني في حد هنا من المركز جاب لي حد من اولاده ولقينا فيها نون كومباكشن هارت فيلر واضح جدا جدا، والاي في فانكشن بتاعته كويسه جدا يعني ال في فانكشن بتاعتنا في 65، فسالنا حد صراحه ويبقى فولو اب، قال بس جاست فولو اب ماشي. طيب ده الديفينيشن بتاعه النون كومباكشن بتقيس ازاي؟ برافو عليك. اولا بايبلين ماشي، بايبلين وهتدخل الريسيس نفسها جوه الايه اكسكلود الريسيس نفسها
يعني انت هتاخد تريس على الكومباكتنج ايه سيرفيس، مش هتاخد على النون كومباكشن خالص ماشي، لكن هتعتبرها بالظبط لكنها بابيلري مصر ماشي، وتشوف الايه الفوليوم في السيستول والفوليوم في الدايستول، وتجيب الايه ايجكشن فراكشن بتاعها. حد يقولها يعني حد يسأل بالظبط كده الدايستوليك فانكشن بتاعين زي ايه الدايستوليك فانكشن في الدنيا بحال بالظبط ماشي. انت عندك ثلاثة ديفينيشن او ثلاثة قالوا لك ايه الديفينيشن بتاعت النون كومباكشن. اهم حاجة الاخير ده اللي هو الستولبرجر ده قال لك ان انا عندي مور ذان 3 اور مور ذان 3 ترابيكوليشن في الابيكال مايوكارديال سيجمنت من بعد البابيلي لمصر. ثلاثة ترابيكوليشن، الترابيكوليشن ديت لها مواصفات معينة، قلنا زي ما قلنا النون كومباكتنج لينس اكتر من ضعف الكومباكتنج لينس، الكالر دوبلر هيتخلل جوه الترابيكوليشن ديت ماشي، والكلام ده كله انت بتعمله والعيان ده في اني فيو في الابيكال فور تشامبر فيو ماشي. اوكي الحاجتين الاثنين دول او سواء تشين والجيني دول دول ماشي ممكن تعرفهم، انما اهم حاجه للسور برجر ده ماشي. اوكي شايفين ده؟ شايفين والله؟ imagination على الدكتور سامان اهو. بص شايفينه هنا كده؟ شايف عامل ازاي؟ بالظبط اكن الهارت عامل زي سفنجه ماشي. دي التريس كنت حاطها في المحاضره اللي فاتت، في المحاضره اللي فاتت بتاعت التريس ده فعلا طفل عنده 8 سنين، كان عنده 8 سنين وتوفاه الله يعني ماشي. والولد كان الابن الثاني للفاميلي دي يعني. المهم كان جاي بايه بمانيفستيشن بتاعت اوف لور ليمب دي بتاعت سايز اوف هارت فيلير يعني ماشي. بنبص عليه لقينا نفس المنظر كده، طبعا انت فيلير. وبعتناه لحد بعتنا الورق بتاعه في عند الدكتور مجدي يعقوب، بس مش عارف بقى. المهم تابعت معانا مع والده بعد كده وعرفت ان هو ايه توفاه الله يعني. المشكله مش في كده، المشكله ان العين دول ده جينيتك، ده هتخلي طب يخلفه تاني ولا لا، الانسيدنس ان هو يحصل في الـ في الـ في الاوت يعني البريجنس اللي جايه دي تاني ولا ما نعرفش. قلت له يا دكتور مجدي بنمشي فعلا عندك اكتر كان انت فيلير ولا يعني الصراحه كان يعني هو ما فيش طبعا دات عنه، فاحنا بنمشيه على اللي هو الوارفرين يعني. اوكي التاكتسوبو طبعا ده اسمه تاكتسوبو او بروكن هارت او ستريس انديوست ماشي. اوكي دايجنوستيك فايندنج بتاعنا في حاجه اسمها تاكتسوبو، في حاجه اسمها ريفرس تاكتسوبو ماشي، او فاريانت التاكتسوبو. التاكتسوبو اللي هو الاصلي نفسه هو اصلا يعني ايه تاكتسوبو يعني اسمه ايه بلاص كده يا باشا. ايوه هو البلاص ده يا محمد، البلاص ده كانوا بيمسكوا بيه الاخطبوط ماشي. البلاص ده بيخلي الاخطبوط دماغه تدخل كده، وبعد ما دماغه تدخل يقوم شادين الحبل بتاع البلاص نفسه يقوم ماسكه كده، وهو الاخطبوط ايه يقعد في الايبكس ماشي بتاع البلاص. فعلا هو كده ماشي، ما هوش اسم مش اسم العالم اللي اخترعه يعني. وده اصلا من امتى بقى؟ اول حاله تشخصه كان سنه 80 باين او حاجه ماشي. طيب في هايبوكاينيزيا او اكاينيزيا او ايفن ديسكاينيزيا ماشي للايه لكل الابيكال سيجمنت مع نورمال كورونري انجيو مع السيجمنت اليفيشن في الاي سي جي، في السيجمنت اليفيشن او ديبريشن. بس اهم حاجه في الكرايتيريا نورمال كورونري انجيو ماشي، في الهايبوكاينيزيا او الاكاينيزيا او ديسكاينيزيا للابيكال وول سيجمنت، وما فيش اي تريتوريز ما فيش اي ليجن في اي ايه في اي كورونري ارتريت يعني ماشي. طيب طبعا الريجيوناليتي ديت لما تكون واخده الايبكس كلها دي تريتوريز مثلا بتاعت ال دي مثلا ماشي، ما بيبقاش واضح اي حاجه في ال دي خالص، نورمال فلو
نورمال بولينج من الاخر يعني. طيب ايه الريفرس التكتسوي بقى العكس؟ الفانكشن بتاع الايبكس تبقى بريزيرفد ماشي وفيه دايلاتيشن على مستوى البيز والايه والميد مايوكارديال سيجمنت. البيز والميد مايوكارديال سيجمنت اصلا متوزعه على كل الكورونريز، مفيش تريتوري معين واخد كل الحاجات دي كلها، فهي توضح لك اكنه مثلا ده مالتي فيسل افكشن، انما ده مش مالتي فيسل افكشن ولا حاجه، ده ريفرس تاكتسوم. طيب نو سكار ان ذا مايوكارديوم وذ هايبوكينيزا اوكينيزيا نو كورونري ارت ليجن اور بلاك رابشر في الانجيو. هايبوكينيتك ايبكس وذ هايبركينيتك بيزل سيجمنت ده التيبيكال تاكتسوم او الايبيكال بالونينج ماشي. اوكي الفاريانت فورم بقى اللي هو السبيرنج ايه ايبكس. السؤال ده الصراحة سألته في الماجستير كان من الدكتور عادل عبدال، ايه هو التاكتسوبو وايه هو الريفيرس التاكتسوبو. اوكي تيبيكال كومبليت ريكوفري ان فيو ويكس، بس العينين دول للأسف ممكن يدخل في الريزميجينيك كومبليكيشن وقت الاكيوت اونست وممكن ايه يضاي ماشي، ممكن يدخل حتى كمان في كارديونيك شوك في الاكيوت ستيجز، بس اللي بيعدي منهم بيرجع كومبليتلي نورمال هارت. ادي الشكل بتاعنا اهو بالظبط بالثري دي شايفينه كده، ادي على مستوى البيز والاي والميد بريزيرفد، انما شايف الابيكال بالونينج فعلا ماشي. نفس القصه هنا البيز والميد كويسين، انما هنا الايبكس هنا ايه انيوريزمالي دايليتد اصلا. طيب ده الريفيرزت تاكتسوبو، الابيكس كلها كويسه بس على مستوى الميد سيجمنت في دايليتيشن، انما دي للاسف ما فيهاش موبي. لو شفت كده هتلاقي الايبكس كويسه، الميد سيجمنت دايليتد، البيزل بتاعتك ما هياش بريزيرفد يعني. ده كان بعد ما كورونال ارت ديزيز كانت نورمال في عيان ستيمي، عملوا انجيوغرافي ال في انجيوغرافي لقينا الايه الشكل ده على مستوى الابيكال سيجمنت في دايليتيشن ومفيش او نيرلي اكاينيزيا، بس على مستوى البيزر في هايبر دايناميك ايه هايبر دايناميك كونتراكشن. اوكي اند ثانك يو.